هو أن تفرغ نفسك لعبادة الله، ولا تبحث في الدنيا، ولا تناقش الدنيا، ولا تهتم بالدنيا، لكن تقرأ القرآن، تؤدي الصلوات، تدعو الله سبحانه وتعالى، تقدم الخير لأهل الخير. ما يتعلق بالاعتكاف في رمضان، والمراد بالاعتكاف وهو مستحب وليس بواجب، المراد به تفرغ المسلم لعبادة الله في بيت من بيوت الله، وفي هذا الشهر التي تضاعف فيه الحسنات. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوماً. وأيضا في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وصحابته الكرام ومن تبعهم من سلف هذه الأمة الصالح، ولا يزال الخير الحمد لله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يحرصون على الاعتكاف في هذا الشهر. نعم، في 10 الأواخر هي الأفضل، لكن قد يعتكف في أي وقت حتى غير 10 الأواخر في هذا الشهر المبارك. ولذلك ينبغي أن نحرص على هذا الأمر. الاعتكاف هو أن تفرغ نفسك لعبادة الله، ولا تبحث في الدنيا، ولا تناقش الدنيا، ولا تهتم بالدنيا، لكن تقرأ القرآن، تؤدي الصلوات، تدعو الله سبحانه وتعالى، تقدم الخير لأهل الخير، وبخاصة من كان في هذا البيت وفي هذا المسجد الحرام وفي مكة المكرمة أو المدينة المنورة في أفضل البقاع. على الإنسان أن يبتعد عن الدنيا.